لا أحد ينفي الإمكانيات والثروات التي تتمتع بها الجزائر، ولا أحد ينكر محاولات ومبادرة إنعاش الاقتصاد الوطني والدفع بعجلة الاستثمار، لكن اقتصاد الجزائر بقي محتجزا داخل برميل النفط. المؤسسات الاقتصادية العمومية يمكنها أن تكون محطة انطلاق لوضع اليد على الجرح وإزاحة العراقيل التي تحول دون تجسيد إقلاع اقتصادي. نتخلصوا من هذه الفكرة تاع الدولة وتاع البيلك. الشركة لابد أن تسير، حتى العمال عمال الشركة كيشتغلوا في شركة ما يلزمش يشوفوا شكون يعني يتحكم في رأس المال. الشركة هو تنظيم اقتصادي لابد أن يسير كباقي التنظيمات الاقتصادية عبر العالم. الناس اللي مكلفين عندهم المسؤولية تاع هذا القطاع ينظروا للمسيرين كمسيرين، نحو عليهم بعض العقبات بعض التخوف. وسيد الرئيس كان يتكلم على أن الدولة دايرة الثقة الكاملة في الناس اللي تخدم. رفع التجريم عن فعل التسيير وتحرير روح المبادرة خطوة تنتظر التجسيد الفعلي لخلق الثروة وامتصاص البطالة، ومنه تحقيق مداخل بالعملة الصعبة. رانا نشوفوا في قوانين راهي تخرج، والحمد لله اللي راهي تسهل الامور وما زالها تخرج. احنا كنا درنا التوصيات على تجريم التسيير هذايا، انا واش نعرف احنا كاين قوانين راهي توجد وان شاء الله. البنوك يعني اخذت التوجيهات اللازمه لتسهيل يعني ومرافقه الشركات. بعث الاقتصاد أصبح اليوم ضرورة لا خيارا عبر تشجيع المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة الناشئة والصغيرة والمتوسطة وكل فكرة تفضي إلى إنتاج وطني.